مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير خبز التوست. عندي كوبين ونص طحين، نص كوب زيت، ملعقة طعام سكر، نص ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة، كوب مي دافي. هذا الكوب اللي عيرت فيه طحين والزيت النباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط الخميرة فوق المي وبحط السكر كمان، بحركهم مع بعض. بغطيهم وبتركهم حوالي 10 دقايق لتتفاعل الخميرة. بعد ما خمرت الخميرة بهيدا الشكل، هلأ بدنا نحطهم فوق الطحين. بسم الله، بحط الزيت النباتي والملح، بعجنهم مع بعض. رح زيد هلأ، عندي نص كوب طحين، بزيد شوي شوي طحين. أخذت مع العجينة 3 كواب طحين حسب نوعية الطحين. هلأ بعد ما خلصنا عجن، بدي مد العجينة وحطها بقلب الصينية. بحط طحين، بسم الله، هيدا القالب اللي بدي استعمله دهنته بالزيت النباتي. بشوف اذا عسوى العجينة. هيدا شكل ظابط، بلفها بهيدي الطريقة للعجينة. بسم الله، حطها بالقالب ملا بهذا الشكل، مدها شوي، بغطيها. بحطها على جنب وبتركها ساعة لتخمر. بعد ما خمرت العجينة بهيدا الشكل وتضاعف حجمها، عندي زيت نباتي بدهن الوجه. بسم الله، أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200. هلا بحطها بالفرن. هذا التوست اخذ بالفرن 14 دقيقة، هلا بحطه على جنب لا يبرد. هيدا الخبز بعد ما برد منيح. هلا بدنا نشوف مع بعض كيف طلع خبز التوست. بسم الله، هيدا الشكل النهائي. بسم الله، هيدا من الداخل. هيدا الشكل النهائي.
هيدا خبز التوست اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.